فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: ذكر ابن قدامة رحمه الله في الأمان فقال: يشترط أن يكون المؤمن أن يكون عاقلا. يقول: هل ينعقد أمان سقيم وضعيف العقل؟ لا، ما ينعقد إلا عاقل. عاقل، أما ضعيف العقل هذا ما يقال له عاقل، يقال له ضعيف العقل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.